واستطلعت كاميرا السودان اليوم عددا من الصحفيين والمهتمين حول إيجابيات لقاء وفد قوى إعلان الحرية والتغيير بالحركات المسلحة في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا وإسهامات الخطوة في الدفع بعملية السلام في البلاد. يجب أن الحوار يكون معهم حوار يختلف عن كل الحوارات السابقة. نحن حضرنا حوارات كثيرة جدا، حضرنا مفاجآت معهم كثيرة جدا، ولكن كلها كانت تأتي إلى الفشل نسبة لأنه الحوار كان غير صادق، الحوار غير أمين، الحوار كان غير مقبول يعني للناس. يعني تمت في ذلك الوقت أكثر من 41 اتفاق، والواحد واربعين في اتفاق ما تم فيه يمكن يكون أكثر من اثنين بصورة حقيقية. أن الإخوة في الحركات المسلحة لا تضع لهم حتى ضمانات، لأنه أصلهم خرجوا من أجل أنه تغيير النظام السابق، فما دامت أصلهم خرجوا من أجل تغيير النظام السابق والآن هنالك يعني انطلاقة شعبية كبيرة سواء كان عسكرية أو مدنية بهذا المستوى أو بهذا المنهج، يجب عليهم أن يضعوا السلاح ويأتوا. وإن كان عندهم أي رأي أو أي خطوة، هم أخواننا في الحركات الموجودة الآن، إحنا يوزهم كل يوم من الأيام يعني جزء منهم. فما دامت في مبادرة السودان انطلق إلى حرية وسلام واحترام رأي الآخر، يجب عليهم بالتالي أن لا نمشي لدول حتى ما ننهق الشعب السوداني مرة أخرى. ونأمل أن الآن الخطوة التي طرحت تتم المناقشة الآن بين قوى الحرية والتغيير والحركات المسلحة تكون هي بادرة أمل وتفاؤل لمستقبل آمن ومستقبل أفضل يؤدي إلى استقرار السودان ورفاهية شعبه ووصولا إلى غايات الدول المتقدمة. هذا الأمر ليس مستغربا وليس صعبا، فقط نحتاج إلى إرادة من الطرفين، طرف الحركات المسلحة وطرف الحرية والتغيير، ويكون التنازلات المتبادلة لمصلحة السودان، لأن السودان يهم الجميع، السودان بلد يسعى الجميع، السودان بلد واسع عنده إمكانيات كثيرة جدا جدا يمكن تسهم في تطويره وترقيته إلى مراحل متقدمة.